لست من بيت سياسي ولست من بيت إطلاعي، كذلك لست من بيت برجوازي وأنا لست برأسمالي، إنما رأسمالي هو ثقتكم وأمانتكم. ولعل الوضع الذي أخيرا يهم التأكيد أنني لست من بيت سياسي أو برجوازي أو إطلاعي ولست برأسمالي، إنما رأسمالي هو ثقتكم وأمانتكم. ولعل الوجع الذي أتشارك به معكم كان من أبرز أسباب ترشحي. شرف لي أن أكون معكم صوتا واحدا للتغيير، في لائحة صوت واحد للتغيير لخدمة الجنوب، لخدمة الجنوب الذي نثر ترابه ورود عز على مفاصل الأجيال ليبقى لبنان وينتصر مع الأمة. عشتم، عاش الجنوب، عاش لبنان. أهلي بقضاء بنت جبيل. أنا المحامي عباس علي سرور، المرشح للانتخابات النيابية. 0.6 من اللبنانيين واللي هن هيدي الطبقة السياسية الحاكمة هن أولادهم يملكون ما يملكه 60% من الشعب اللبناني. نسبة البطالة في لبنان هي 38% اليوم. مليون لبناني يعيش على 2 دولار يومية. لبنان احتل مرتبة جدا متقدمة عالميا من حيث الفساد. أمام كل هيدي الأسباب وغيرها أنا رفعت صوتي وما خفت ونزلت على الساحة وقلت كفى، ورحت أمام أوس المحكمة من خلال ملفات قضائية وادعيت على هول الفاسدين تقلن كفى. واليوم أنا عم اترشح للانتخابات النيابية وعم خوض هيدي المعركة الانتخابية على الرغم من الإمكانيات الضعيفة تقلن كفى. كفى فساد، كفى سمسرات، كفى مقاولة بحقوق الناس، كفى مصادرة لإرادتهم، كفى كذب عليهم من أجل أولادهم وأولادنا، من أجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا. ممنوع بعد نخاف، ممنوع بعد فقير يموت عباد مستشفى، ممنوع بعد شاب مخرج من الجامعة ما يلاقي شغل، ممنوع بعد الفساد، ممنوع بعد إنه الحياة بس مكتوبة لأولاد الزعماء. لا، مفترض نقول كلمتنا ونرفع الصوت ونكون معا صوت واحد للتغيير. من أجل كل الأسباب اللي ذكرتها خلينا نكون صوت واحد للتغيير، خلينا نكون سوا إيد بإيد كتف على كتف ونروح للانتخابات وننتخب لائحة صوت واحد للتغيير، من أجل مستقبل أولادنا، من أجل مستقبلنا، من أجل دولة عادلة وقادرة.